أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الفقر يدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. وأكد الرئيس خلال مداخلته في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر أنه يصعب على أي دولة الخروج من مثلث الفقر والتخلف والجهل. الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والأسر. عايز تتكلم عن مستوى الأسرة؟ ممكن تقول انه بيدخل الاسره في متاهه. عايز تتكلم على مستوى الدوله؟ ممكن تقول بيدخل الدوله في متاهه. متاهه التخلف، متاهه التخلف، متاهه الجهل، كله هي يعني عباره عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على اي حد يخرج منهم بسهوله. واحنا لما وانا بقول الكلام ده لان الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد. انا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت اجراءات واتعملت يعني انتخابات، جت يعني حكومة أو قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها. إيه علاقة اللي أنا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر.